في كل دار مغربية كاين بزاف ديال العادات والتقاليد اللي كتميزها على الديور الاخرين، لكن بعض الاعتقادات كاينة بين جل الأسر وكبرنا وحنا كنسمعوها. فما يمكنش تكون مغربي وما سمعتيش الأم ديالك ولا الأخت ديالك ولا شي واحد من العائلة كيقول لك ما تدوش بالليل، ما تكبش الماء في القادوس بالليل، ما تصفرش في الدار، عندك راه صباطك مقلوب، وغيرها من الأساطير الغريبة اللي كبرنا بها واللي مازال البعض في هذا الوقت كيأمن بها. ورغم أن الأجيال الجديدة وعات وما بقاتش كتآمن بالعديد من هذه الخرافات والعلم تفوق على الاعتقادات الغريبة، وكاينين اللي قاع ما عاقلينش عليها وما عارفينهاش قاع من الجيل الجديد، ولكن استحضار هاد العادات غادي يخلينا نبشو في التراث الشفوي والعادات ديالنا، حيث واخا ما كنأمنوش بها كتبقى جزء من تراثنا اللامادي. طبيا الى صفرت لك ودنيك يمكن يكون عندك التهاب فيها ولا التونسيون طالع، ولكن عند عدد كبير ديال المغاربة الموضوع عنده تفسيرات اخرى كترتبط بالخير والشر وكتوصل كاع حتى الموت، حيث كتقول واحد الخرافة قديمة كيأمن بها البعض انه الى صفرت لك ودنك اليمنى لغفلة فهذا كيعني ان شي واحد بعيد عليك كيهضر فيك بالخير في هذيك اللحظة، والعكس صحيح. وهاد الاشارة كيتبعها عادة دعاء الله يجعله خير، وكاين البعض الاخر كيقول بلي ان هاد الاشارة خايبة حيت داك التصفار تيكون نداء ديال الموت، وإلا قلتي لشي واحد راه كتصفر ليا ودنيا الإجابة غالبا كتكون الموت كتعيط لك. وانتوما واش كتأمنوا بهاد الخرافات؟ واشنو هما أبرز المعتقدات اللي كتعتبروهم قراب من الحقيقة وفعلا كاينين وكيتحققوا؟